السابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوط حب قلوب ومن إحساسنا الدافي الحلقة الماضية فريق لوسيل كانت زيارته لمعهد العلوم والتوحيد وتعرفوا على احتياجاته، أما فريق لدعم فنوع زياراته بين احتفال مع الأيتام والسوق الشعبي وانتهى أخيرا بجلسة هادئة في مقهى تعلموا فيه كيف يصنعوا القهوة المحلية. أما اليوم فراح تكون زيارات الفريقين ممتعة جدا ومهماتهم راح تعطيهم دافع كبير للإنجاز، لأن فريق الأدعم راح يزور مجمع الريان السكني وفريق لوسيل راح يكون له زيارات لمشاريع الاكتفاء الذاتي اللي بتدعمها جمعية قطر الخيرية بين مصنع للخياطة ومزرعة أبقار. أنت اليوم تبني شركات وتبي الفلوس ليش؟ يعني أنا لو أسألك شخصياً وأسأل أي شخص بالدنيا تبي الفلوس ليش؟ مو عشان تشتري تملك سيارة بيت يخت تعيش عيالك أحسن عيشة، ها؟ مو هذا أنت كله اليوم تبي؟ ليش تبي هذا كله؟ عشان تعيش سعيد، فبالك في هذا العطاء أو العمل الخيري في سعادة. أنا أقولك يا شخصيا مو تسويقيا ولا شيء، سعادة ما بعدها سعادة. فريق لوسيل بدأ محطته الأولى من مشغل الخياطة اللي تم افتتاحها بتمويل من قطر الخيرية عام 2011، يعمل فيه مجموعة من الفتيات ليتمكننا من إعالة أسرهن وتسديد احتياجاتهم. لماذا يعني هن موجودات في نفس المكان؟ ما القصد يعني؟ القصد؟ يعني ربما المشروع. أسألك بالإندونيسي ما فهمت اللي بالعربي؟ أيوة أنا عربي. هم عائلة والله؟ لا ليس في عائلة. هاي بيت من هم؟ مشغل لكن والله. مشروع موجودة هنا في هذه القرية واحدة، لأجل هذا يجمعونا في هذا المكان. إذا من المسؤول عنهم؟ من المدير يعني؟ ما شاء الله المدير. ما شاء الله. طيب هم كم شخص؟ كم امرأة في هذا؟ ثمانية. ثمانية؟ ثمانية يعني. حسن زين. هم لا يملكون هذا المكان ولكن يعملون فيه. كورونا فين بو رمانيا كتبني؟ لا هو هي يعني تملك هذه. هي تملك هذا المكان. نعم. هي كل عاملة لديها كم تتقاضى شهريا؟ 1 مليون. 1 مليون في الشهر. في الشهر. 1 مليون في الشهر يعني تقريبا 250 ريال قطري. نعم. طيب هي كصاحبة مشروع هل ممكن أن نعرف كم تجني شهريا من أرباح أم لا تريد البوح بذلك؟ إذا كان يوجد مدد خام يعني يوجد دعم مالي يعني من الممكن يحصلون على الربائح في كل شهر مليون كده. مليون تحصل على أرباح. قبل ماذا كانوا يعملون والآن ماذا اختلف في حياتهم بعد هذه الوظيفة؟ فلاحي كان أو فلاحات؟ فلاحة. فلاحة. طيب كم كانت تجني وهي فلاحة؟ شهريا 500 ألف روبية. الآن تجني ضعف ما كانت تجني. أيوة بالسابق. صحيح. في الخياطة ضعف المبلغ. أيوة صحيح. أنا هذا كان سؤال. ما عجبك شيء المري؟ كم هاي وباخذ في السيارة. شعيب ما تبي شيء الحجية؟ حجية. We'll be right back.
الخميس احنا اتفقنا تسليم الكلام عنده. شعيب ما يخليه يتكلم. ها؟ ما تخليه يتكلم. شنو؟ ما تخليه يتكلم. توري ما كاسي. لا والله تكلم جد. توري ما كاسي. يعني بيطلع اسال ابو خميس قول له شنو يعني توري ما كاسي؟ علي مع السلامة. لا. علي ما تكلم والنصاري ما تكلم، اخلت له مجال. جالس جنب العمود جنب الرجال. متفقين بالسيارة، قلنا التوزيع عند ابو خميس. كنت جايب بتهاوشون داخل. لا تهاوشنا مو كذا. لا لا تهاوشنا. لا يا اخي. هاي حق خدمتكم. اي نسيت اوصف. شنو الموضوع؟ موضوع الاكتفاء الذاتي. زين. مثل التمكين الاقتصادي اللي في بعض مشاريع قطر الخيرية. هذول الناس محتاجين. زين. فلو اعطيناهم فلوس ياكلون الفلوس تروح. فيشترون لهم شيء يستفيدون منه، مثل مكان الخياطة هذه. معهم على طول خيطون بيعون. كم واحدة داخل؟ ثمانية. ثمان هاي يعني يشتغلون على ثمان عوائل الحين. ويمكن أكثر. يعني كل ماكينة تشتغل على عائلة. ويمكن أكثر. يمكن أكثر. أنا. فعلًا يعني سألناهم كم سؤال فعلًا يعني في عندهم اكتفاء، لكن إذا توفرت أشياء أكثر ودعم أكثر. ودعم أكثر على ما أعتقد راح يكتفي تكتفي المنطقه كلها. لا بس شيء بسيط بسيط بس هو شيء اعترض بس عليك. انا عندك سؤال بعد شعيب؟ هو اعترض على اسئلتي الوايد. ليش؟ ايه؟ يقول ليش سالت وايد؟ قلت له انا كنت ابي افهم البزنس ايش قاعد يمشي شلون يمشي. تبي تفتح منافس لهم يعني؟ قاعد يبيعون شلون يعني تفتح بزنس؟ لا ما بفتح منافسه بس فعلا المتبرع للمشاريع هذه عاده يكون تاجر. تاجر يبي يفهم ايش قاعد يسوون. يعني هم يمكن قاعد يبيعون بس هالمنطقه ومو قاعد يربحون لان في مشكله. الموظفة قاعد تطلع أكثر من صاحبة الحلال. هذا خطأ وهي أكثر واحدة مسؤولة عن المكان. يعني إذا انهدم البيت هي تخسر، إذا انشغل البيت هي تخسر. هذه خسارة بالنسبة لها، فعليها كوست، عليها تكاليف. بس فأنا سألتها سؤال، أنت يبا هذه الفلوس أنت قاعد تبيعين بس هني ولا برا؟ عشان أشوف يمكن هي غلطانة بالسيلز بالمبيعات، عشان تقول لا هني وبرا، فطلع شغلها مو غلط. فالظاهر أن الكوست والتكلفة عالية. وهني أبو خليفة سألها على التكلفة، تكلفة المادة، عشان كذي سألت أكثر من سؤال. لأن اليوم المتبرع لا يمكن أنه يتبرع في مشروع غير ناجح. المال شيء، وجود المكان شيء، لكن إدارة المشروع هو أهم شيء. صحيح. فهذه الفكرة اللي احنا كنا، عشان كذي سألت وايد. أول مرة تكون أنا طول عمري صح، بس مرات أريت لكم. الحين جمعية قطر الخيرية جزاهم الله خير تبرعوا بالمكينة، لكن المكان تشوف المكان انه ملائم لهم؟ صح، مو ملائم ابدا، اصلا مو مكان عملي. ما يشجع والله، مالك ناس تشتغل. سبحان الله، يعني فائدتهم شيء بسيط. يعني كشعب خليجي يستطيع هي تشتغل شهر كامل تطلع مليون بالعمله حقتهم. كم يعني المليون؟ شو 90 دولار، قول 400 ريال، قول 500 ريال. يعني تشتغل شهر كامل، شهر كامل عشان تطلع 500 ريال. بعد أن هدأت العاصفة وانحسر المد البحري، لم تنحسر مآسي الآلاف من البشر في أندونيسيا بعد أن باتوا بلا مأوى يكسوهم الخوف ويملأهم أنين الجوع. جمعية قطر الخيرية سرعان ما استجابت لنداهم وأسمعت أصواتهم للمحسنين، وقاموا بإنشاء مجمع الريان السكني بإقليم أتشي الأندونيسي والمخصص للمتضررين من كارثة تسونامي. فريق لدعم زار مجمع الريان، وكانت البداية من حجر الأساس الذي وضع في 18/4/2005. تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل. المرحلة الأولى بناء 100 وحدة سكنية، المرحلة الثانية بناء 70 وحدة سكنية، المرحلة الثالثة بناء المتبقي من الوحدات السكنية وما يتبقى من مرافق المجمع، والتي وصلت إلى 370 وحدة سكنية بتكلفة تقديرية بلغت 4.7 مليون ريال قطري. جينا مكان أنا أقول إنه مفخرة لهالقطر، مفخرة كذلك للمحسنين، وشيء يشرف. جينا مجمع اسمه مجمع الريان. فيوم جينا تقريبا كنتذكر عليه كم بيت كان؟ هم 75 بيت تقريبا. تقريبا إيه. 75 بيت. مو شيء سهل 75 بيت ومسلح. إيه مدينة. يعني هذول الناس اللي جاهم تسونامي، وجزاهم الله خير المحسنين واللي قائم على جمعيه قطر الخيريه. مسلح البيوت. بيوت مسلحه. وبعد التسونامي ترى بدا المشروع. ايه، فتخيل انت بانينهم بيوت وحاطينهم طبعا معهم مسجد ومحل الوضوء، وهذا ضمن المجمع كامل. بدل المكان للامانه
شرح اللي هو المكان اللي هو فيه شرح لأبعد درجة، ومكان طبيعة وخضار وشيء يشرح الخاطر صراحة. فالله أراد قال الربع أن بنديكم حق واحد من هال 75 بيت تقعدون عنده وتسولفوا وياه في نفس الوقت تصلون في البيت اللي في المجمع. هذا الحجر الأساس؟ إيه نعم. هذا هو؟ نعم. افتتح مشروع بيوت مجمع الريان دراسة الدنيا وحصاد الآخرة طبعا بإشراف جمعية قطر الخيرية. الله العزة. طبعا هاي علم قطر وعلم إندونيسيا. افتح الله يسلمك أو تم في 18 أبريل شهر 4 2008 اللي صادف الله يسلمك في 12 ربيع الآخر 1429 هجري. إن شاء الله الرب يقول آمين. آمين. مثل ما شفنا الحين مجمع الريان. قول آمين بعد. آمين. نشوف مجمع الدافنة. إن شاء الله. مجمع الخور. الله أمان. مجمع الوكرة. إن شاء الله. مجمع الرويس. آمين. مجمع الشمال. إيه. مجمع خريطيات. نعم. الكعبان. قطر كلها. قطر كلها. بن عمران. بن عمران. لا تنسى. الوكرة اللي يزعلون مسايبنا الوكرة. وإن شاء الله يا رب والشحانية. كل هالقطر إن شاء الله ما يقصرون. يا رب والله يا رب والله ما يقصرون. كل مكان إن شاء الله يقطرها قطر كلها. إن شاء الله. المناطق كلها. أنت فتحت الباب. من أول ما دخل فريق لدعم المجمع السكني لفت انتباههم ثمرة وما عرفوا هي فاكهة ولا خضار. مانجا؟ سبحان الله. لا. لكن فيها خفة. لوز. اللي شوفه يقول إن هي يعني مثل التفاحة مثل. لوز لوز يا ولد. لا هي لا خفيفة دي. يا أخي ما. خلنا بس أنا هذا الغري ضلي. يلا حياكم خلنا نشوف لنا واحد من هالقرية ندردش معاه يا جماعة. وجد فريق لدعم شخص أندونيسي يجلس أمام المنزل، راحوا له عشان يتكلمون عن المجمع ويتعرفوا على نوع الثمرة. شيخ رزال احنا جايين معاك بس ندردش معاك ونسالف معاك وناخذ علومه اذا تقدر ترجمها. حلو هذا ليش ترى كمي نتحدث معك. هو يترجم ناخذ علومك نسالف معاك في هذه الاجواء الجميله في هذا البيت الجميل. قبل لا اسالك السؤال طبعا عندي سؤال في بالي بس قبل سؤال احنا تناقشنا الشباب على هذه الفاكهة أو الثمرة هذه إيش اسمها وليش؟ ditanya apa buah apa ini? ini bahasa Indonesia bintaro. باللغة الإندونيسية هذا بintaro. هذه النكل؟ no. لا لا. براتون. هذا ممنوع لا يصلح للأكل. ليش؟ هذا يعني للوقاية فأر في البيت يعني. عندك أبو جان. يبعد الفئران. لا عشان يبعد الفئران. تعال هات. هات صبر هذا هذا ini yang halal شوف ini yang halal ini dipakai untuk racun tikus هذا ايش يا شيخ itu apa mangga ما شاء الله مانجا هذا اللي يحب الانسان تفضل يا ابو عبد الله سلامي لما جاكم وشال البيوت وشال الدنيا وكسر الله يكفينا شره والسامعين رب العالمين. في أحد من أسرتك أو من أغاربك تعرض للتسونامي أو صار له مشكلة مع التسونامي؟ نعم هناك بعض أقاربي غرقوا في التسونامي. أطفال كثير وفقدنا آخرين. الله يرحمهم برحمة يا رب العالمين. الله يرحمهم. شيخ رضاي احنا نبغي نعرف إيش احتياجاتكم؟ الأشياء الضرورية اللي تحتاجونها الآن؟ الحمد لله حصلنا على البيوت وتم إنشاء مشاريع في التمكين الاقتصادي للمجتمع من قبل جمعية قطر الخيرية. تمكين اقتصادي للمجتمع. تمكين اقتصادي للمجتمع. يعمل لهم مشاريع أو دعم لهم أحيانا بعض الأسر يقدر أنه يستثمر بدل ما يتعود دائما على اللي هو المعونات أو التبرعات ما يكون اشتغالي يعني يا شو هالكلمة هاش تسوى شوف عزة النفس يدعم نفسه لما تسأل شخص ثاني بيقول لك لا أنا والله عطني أنا محتاج كذا أعطاك كلمة فيها من عزة النفس الشيء الكبير. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله لم يقل الزكاة الصلاة الصيام إلى آخره إنما قال سرور تدخله على مسلم. الله. شوف وش الابتسامة عنده الراحة الاطمئنان السكينة في البيت اللي حصل عليه الأمان الشكر منه يخرج من قلبه تلاحظون منه سعيد ودعوته لنا ولأهلنا القطة الخيرية للمنفق هذه وعزة نفسه وعزة نفسه هذه شيء جميل شيء خلينا نفخر إن إحنا
كمسلمين جايين نجتهد ونقدم هالخدمات لاخواننا ونعلمهم ان احنا ايش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم ايش كالبنيان او للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا هو دورنا, هذا دور اهلنا, وهذا اللي يدخل عليه السعاده. احنا نبي بعد نضحك وياه ونستمتع وياه اكثر, نقول له المانجا هني شلون يقطعونها ويقدمونها لضيوفهم. طعم المانجا على قولة الشباب طيب, بس سعيد بن عوجان ما رضى ياكل منها. انا عندي المعده تعبانه فاخاف من الاكل انا ما اعرفه, فلعوزت الربع, فكان حتى اللي جينا عند ناس ونتقهوى عندهم تلاقيني لا ما اشرب. اذا جينا نتغدى عند خاصه العزيمه اللي سوينا اياها الله يجزاهم خير في المدرسه اللي جينا في البدايه فنفس الشيء, لكن هم مجرد بس انه خوف او فوبيا زياده عن اللزوم. شيخ, انت تكلمت عن المشاريع والمشروع اللي مثلا استثماري للمنطقه هذه كلها, انت حضرتك بالنسبه لك انت شخصي ايش المشروع اللي انت ممكن تفكر لك انت لشخصك؟ في هذه المنطقة أعمل بالزراعة وفي البحر أيضا, وبالنسبة لي أفضل مشروعا يكون بقطاع الزراعة حتى يؤمن لي دخلا جيد. زين, بالنسبة للمكرم الله السامعين, الحيوانات هذه اللي برا هو يملكها اللي هنا؟ هذه الحيوانات ليست لي إنما لأشخاص يعيشون هناك. تعال بتعامل مع زين. جميل, جميل. الله يبارك فيكم. ترى الرجال ترى عزمنا على القهوة, والقهوة ترى وراك ابو محمد, قفلنا بردت بنمر عليها. بس انا عندي سؤال قبل لا نختم, ابي مثل ما قمت بما ان انت تكلم ابو عوجان عن الله يعزكم يعز من يسمع الجاموس, الاستفادة من الجاموس ايش؟ نحن في اندونيسيا نستخدم الجواميس في التكاثر والبيع, فيكون لدينا بقر وجاموس تقوم على التناسل, وفيما بعد نقوم ببيع الكبير منها ويبقى لدينا الصغير, فهي مصدر رزق لنا. طيب يا شيخ أكرمك الله وغناك, وما قصها طبعا التراديشنال كتري تراديشنال هذا اللهجة المحلية الطريقة المحلية. أقول شكرا على ضيافتك على القهوة, قهوة جميلة جدا جدا, وعلى المانجا على ضيافتهم هذه جزاه الله خير البسيطة والكبيرة في عيوننا. استمع فريق الأدعم إلى احتياجات السكان هناك وخرجوا عشان يكملوا ما تبقى من أعمال لديهم. وين ابو محمد؟ يلا يلا يلا, مع السلامة. مع السلامة, روح في الفندق. مع السلامة, روح يلا كرم اليوم الحج. باي باي. حياكم الله. لا تطيح بس. بدر هذا كيوي؟ كيوي؟ ساو, اسمه ساو, فاكهة ساو ليست كيوي؟ لا يوجد في الخليج, أظن لا يوجد في الخليج. السلام عليكم. وهذا خيار؟ لا, بلمبين. كوسة؟ كوسة كوسة. باذنجان؟ بلمبين. لا كوسة. جح؟ أيضا في دول الخليج. بطيخ؟ كبر الجح. بلمبين داه ويتنفس. حركات شعيب هذه, يعطي ورا بعض. تفضل. عبالي سوار شعيب. فريق لوسيل توجه لمزرعة الأبقار, كانت قطر الخيرية وفرت لصاحبها بقرة في بداية مشروعه, وهو الآن قادر أن يعتمد على نفسه ويفكر ببناء منزل ويجعله مدرسة للأطفال. بدري, ماذا يوجد في هذه المزرعة؟ يوجد 5 بقرات. نعم. في داخل الكوخ. هي من وين جاءت الخمس بقرات؟ بداية يعني رأس المال للاستثمار 5 بقرة, ثم هو يبيع هذه البقرة ويشتري البقرة. من وين جاته؟ من وين دربت ما يعني من أعطاه هذه البقرة؟ لا, البقرة الأولى من قطر الخيرية. نعم, قطر الخيرية اشترى البقرة الأولى. نعم. في أي سنة ابتدأ ببقرة؟ 2010. 2010.
2010 اشترى بقره واحدة. يعني في خمس سنين اربع سنين وخمس سنين وكذا انتجت يعني منها من البقره واحده يعني اذا كان ولدت يعني يباع اما اذا كان بقره يبقيها يبقيها للانتاج ما شاء الله انتاج الحليب وانتاج كل لا 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 بالنسبه للحليب لا ماذا يفعل عشان تولد وتبيع بس يربيها طبعا رحنا لواحد متبرع عليها جمعية قطر الخيرية كان ببقرة واحدة والحين ما شاء الله اليوم يقول أتوقع عنده ست فأنا والله أهني اللي تبرع بالبقرة وبشرها البقر صار ست كثرت ما شاء الله تكاثرت الأبقار أين هذه البقرة التي رباها منذ 2010 أول البقرة الأولى راحت معها والله هذه بس أسأل البقرة اللي الجمعية الخيرية أعطتها بقرة وين البقرة هذه موجودة ولا باعها نفس السؤال اللي تونا سألناه صدق يا أخي تونا سألنا السؤال قبل ثواني موجودة موجودة ولا لا يا الربع يا جماعة أنا بمترجمين والله والله ما عندك مسألة قسم بالله خليفة البقرة الأولى موجودة ولا راحت تونا سألناه السؤال ناطر الجواب حق سؤالك مو معانا شكله يحيى يحيى زين البقرة لأول واحدة هو الاستفادة يبيع البقر ولا يأخذ الحليب ويبيع يعني منتج ينتج ولا إنتاج ولادة ولا كيف بالضبط أنا اليوم اكتشفت معلومة رهيبة يعني هم البقرة عندهم ما يحلبونها ولا يستخدمونها في الحرث البقرة عندهم مثل الموتر الكشخة يخلونه عندهم فترة طويلة بعدين يزيد سعره بعدين يبيعه فتسأله ليش شاريها يقول لك عشان تكبر وبيعها تسأل اللي شراها ليش شريتها عشان تكبر وبيعها في حالة واحدة يذبحونها اللي هي في الأعياد هذه من الأعمال الخيرية أهل قطر والجمعية يتصدق الواحد أول شيء يؤمن بمصداقية الجمعية لا قابل المستفيد ولا جاء ولا شيء طيب يوجه كلمة لهذا المتبرع هذه الأمانة أمانة من قطر إن شاء الله نستغلها في خير إن شاء الله في مجالات يعني يمكن أهالي هذه القرية يستفيدونها تستفيدون منها نعم وأيضا يشكروا على قطر الخيرية بسبب يعني هذه يعني تبرعاتهم من البقرات يستطيع أن يبني بيتا ومكان خاصة ما شاء الله مكان خاص للطلاب يتعلم علوم الدينية في هذه القرية ما شاء الله بتبرع يعني هو الهدف الأول عنده مدرسة تحفيظ القرآن فعشان تشوف الأمور ميسرة عنده سبحان الله يعني أنت دائما يوم تنوي عمل الخير وتصفي النية أمورك تمشي مشاهدة البقر الأولى التي أنتجت كل هذا كان هدف الفريق ليأخذوا بعدها جولة في المزرعة لاقح لاقح اوه حامل يا ولد دافع ليش سمه اطلعوا اطلعوا الباجي اطلعوا ديكا ما في خشمة ما شاء الله اشكبرها ما شاء الله ما شاء الله الله يرزقك ان شاء الله لا 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 تصور فيني يا معود حامل اعتقد لانك خاف لا في بطها ايش يسمونها في بطها ولا لا يا الربع يا الربع خلي يدخلها خلي يدخلها صارت صارت وقف لا بالله صارت يا جماعة صارت لا ونقرة هذه الأم هذه الأصل لا الأصل هذا ما شاء الله هذه البنت يقول هذا أصل وهذه الربع بنت الربيع يعني هذه بنتها الربيع يعني اكبر منها ما شاء الله هذه هي الاصل طبعا صوفيا الله هذه البقرة الام هذه اللي من جمعيه قطر الخيريه اللي انتجت كل ما شاء الله تبارك الله نيته يفتح مدرسه حق تحفيظ القران تجول الفريق في المزرعه ولقوا ان المزارع اعتنى فيها وزرع الاناناس وجوز الهند وكلوا منها مباشره حبينا نشكره على الاستقبال وكرم الضيافة
والله يبارك لها في رزقه.